بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نشرح شلون ممكن اني انا اطلع لايف مع طلبتي. اول شيء راح ندخل على المقرر، بعدين مثل ما ذكرنا ان اي مشاركة او شغل كله راح يكون هني في البوست. فعندي الشاشة اللي او عفوا الايقونة اللي نشوفها هني اللي فيها الكاميرا ومكتوب عليها ميت ناو، فنضغط عليها. طيب انا الحين عندي اكثر من خيار، هل ابي اشغل مع فيديو، هل ابي اشغل الفيديو او اسكره، تمام؟ فهذه من الاشياء اللي انا اقدر اتحكم فيها. الحين هو الفيديو شغال، او ابي اسكره احط اوف. فمثلا الحين بخليه شغال، راح اكتب عنوان المحاضرة، مثلا تكون عنوان المحاضرة اهمية التعلم الإلكتروني. راح أضغط ميت ناو، بس أضغط ميت ناو راح تبدي المحاضرة حق الطلاب. الحين مثل ما نشوف كذي راح تكون المحاضرة شغالة. طبعا أنا في عندي أكثر من شغلة ودي أنبه عليها أو أنوه عليها، اللي هي أول شيء عندي علامة الكاميرا. إذا أبي أطفي الكاميرا اللي عندي ممكن أضغط هني راح تطفي الكاميرا. هذه حق الصوت إذا بخليه ميوت. هذه شير سكرين راح نسوي لها فيديو خاص لها إن شاء الله، وخاصة هني إذا عندي باوربوينت أبي أعرضه راح يكون في هذا المكان. في أشياء أخرى ودي أنوه عليها، هذا الديفايس سيتنج، الميتينج نوتس إذا عندي نوتس أبي أكتبها على الجنب فممكن أكتبها من هني. عندي أبي يطلع في الشاشة كلها فأضغط انتر فول سكرين صار على الشاشة بكبرها. من الأشياء إذا بغير الباك جراوند، فعندي مثلا باك جراوند هني موجودة في البرنامج، ما أبي الناس تشوف مثلا الغرفة اللي أنا فيها أو مثلا الغرفة غير مناسبة، فممكن أختار مثلا صورة من الصور اللي موجودة هني. لو شغلت الفيديو راح تشوفون هذه الخلفية موجودة، لازم أضغط أبلاي راح تشوفون الخلفية تغيرت عندي هني. طبعا في عندي مجموعة من الخلفيات اللي موجودة أقدر أتحكم فيها. فهذه بالنسبة حق الفول سكرين اللي هو الباك جراوند. إذا أبي كيبورد موجود، هذه نقطة وايد مهمة، إذا تبون تسجلون المحاضرة ممكن إنكم تسجلونها من هني بحيث إن تطلع عند الطالب بعد ما تنتهي المحاضرة. مثال لو ضغطت ستارت ريكوردينج after the meeting، اوكي، فاذا خلصت راح يطلع عندي تسجيل حق الطلاب بعد المحاضرة. فهذه من الاشياء المهمة تسوونها اذا جيتوا بديتوا محاضراتكم عشان تسجلون المحاضرة. فاي طالب تكون عنده مشكلة في النت ولا شيء راح تقدرون انكم توصلوا له عن طريق هذا التسجيل، واذا نبني نوقفه من هذا المكان. إذا أيضا تبتنهون الاجتماع ممكن تطقون end meeting أو تضغطون الدقمة الحمراء، هذه راح تنهي الميتينج على طول. أنا راح أسكر التسجيل بس بعد إذنكم. هذه حق الطلاب. stop recording. زين، هذه حق الطلاب اللي هي raise hand. إذا في أحد يبي يشارك من الطلاب ممكن يضغط هذه، أوكي، ممكن يضغط هذه فأعرف أنا إذا عندي طالب يبي يشارك أو لا من هذه الإيد اللي هي raise hand. الكومنت أو الحوار أو الكونفرزيشن راح ألقاه هنا. طبعا لازم أسكر هذه عشان تطلع عندي. فالحين لو أضغط مرة ثانية هني راح اشوف الشاتنج شنو يكتبون الطلبة، راح يطلع عندي هني
حتى الريز هاند إذا في أحد يبي يشارك أيضا راح يطلع عندي هني. إذا بشوف منو مشارك معاي فهني يبين عندي منو اللي دخلوا معاي في هذا الميتينج. هذا باختصار شلون ممكن أنا أقدر أني أشتغل على الأدوات اللي موجودة في وقت الشرح المباشر. إذا بأسكر الشرح المباشر من هني، إذا بوقف الصوت من هني، أبي أنهي الحصة خلاص انتهت الحصة، أضغط هذا الحين راح يكون عندي إن انتهت الحصة. أتمنى إن هذا الفيديو يعجبكم، أتمنى إنكم تستفيدون منه. طبعا مثل ما شفنا هني راح يطلع عند الطلاب الفيديو موجود هني، ويقدرون أيضا يشوفونه في هذا المكان. شكرا لكم ويعطيكم العافية.